صوت واضح. طلاب الطالبات الصوت واضح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح طلاب الطالبات. الصوت واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصوت انقطع، البعض يقول الصوت انقطع. الصوت إيه الصوت الآن، إيش أخباره؟ الصوت الآن واضح ولا؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى خير نلتقي إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. وأرحب بالطلاب والطالبات، طلاب الانتساب المطور في مسار إدارة الأعمال ومسار أصول الدين في مقررهم المفضل والمحبب إلى قلوبهم دائما، مقرر أخلاقيات المهنة. وهذا هو لقاؤنا الحي الثاني الذي نلتقي فيه مع هذا المقرر. اللقاء الماضي كان لقاء تعريفيا بمفردات المقرر ويعني آلية التعامل مع هذه المفردات. أما هذه المحاضرة فنبدأ بالمحاضرة الصوتية الأولى، وهي تتكلم عن في البداية عن أهداف المقرر. كما ذكرت لحضراتكم أننا في لقائنا الحي بنقسم المحاضرة أو اللقاء إلى ثلاث فقرات أو ثلاث أجزاء. جزء بلخص فيه بعض المحاضرات الصوتية وذكر الأشياء المهمة، وعندنا أيضا الجزء الثاني بنتلقى في أسئلتكم، وفي عندكم أسئلة تحتاجون الإجابة عليها. ثم بعد ذلك عندنا اختبار قصير، يعني نشوف مدى استيعاب الطلاب لمفردات المقرر المختلفة. طبعا المحاضرة الصوتية الأولى بتتكلم عن موضوع أهداف المقرر، يعني ما الهدف من دراسة أخلاقيات المهنة؟ إيه الفائدة التي تعود على الطالب من دراسة هذا المقرر، سواء كان يدرس في أي تخصص من التخصصات؟ الجواب عن ذلك أن طبعا ما أستطيع أنتظر، لأن المشكلة مرتبط بمحاضرة أخرى بعدكم، ماشي؟ اللي عندهم مشاكل يدخلون إلى يتواصلون مع الدعم الفني بالعمادة وهم يحلون هذه الإشكالات. اللي عندهم مشاكل في الصوت أو مشاكل في الدخول على الموقع يرجعون الدعم الفني في العمادة. أقول أن من أهداف المقرر تعريف الطالب والطالبة بأهمية الأخلاق وأهمية العمل المهني، أيضا إكساب الطالب أو الطالبة مهارة ممارسة الأخلاق المهنية، يعني كيف نخلي الطالب يكتسب المهارة في ممارسة أخلاقيات المهنة في عمله أو في وظيفته أو في مهنته التي يؤديها. كمان عندنا نقطة مهمة، وهي تنمية الشعور الطالب أو الطالبة
بالمسؤولية الأخلاقية في الممارسة المهنية. يعني كيف مهم جدا أن يكون عندنا مسؤولية أخلاقية في الممارسة المهنية. ليست الأخلاق في الإسلام للمصالح فقط، لكن من أعظم أهداف الأخلاق هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وكيف يجعل الإنسان عنده إلزام خلقي من ناحية مصادر الكتاب والسنة التي تحثه وتدعوه إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة. كمان عندنا جزئية متعلقة في المقرر. في المحاضرة الصوتية الأولى بتتكلم عن مرادفات مصطلح أخلاقيات المهنة، يعني ما هي تعريف كلمة الأخلاقيات في اللغة؟ نقول الأخلاق في اللغة هي كلمة جمع مفردها خلق، ومادة الخاء واللام والقاف، مادة خلق الخاء واللام والقاف تدل على التقدير. فالتقدير الخلق هو التقدير، ومنه الخلق الذي معناه الطبع والسجية، أي طبع الإنسان وسجيته التي خلق عليها. لكن يقولون هناك فارق بين الخلق والخلق. الخلق بالفتح يختص بالصورة الظاهرة للإنسان، والخلق يختص بالصورة الباطنة للإنسان، الصورة الباطنة. إذن لو سألنا في الاختبار وقلنا ما الفرق بين الخلق بفتح الخاء والخلق بضم الخاء، سنجد أن الإجابة أن الخلق بفتح الخاء مرتبطة بصورة الإنسان الظاهرة، بينما الخلق بضم الخاء مرتبط بصورة الإنسان الباطنة، الهيئة الباطنية الداخلية للإنسان. لكن في النهاية المصدر واحد، لكن يختلفان من خلال التعبير بالخلق بفتح الخاء أو الخلق بضم الخاء. عندنا أيضا نقطة، وهي أن كلمة الأخلاقيات فيها إشكال لغوي، يعني ليست صحيحة لغوية على فكرة كلمة الأخلاقيات، ومن ذلك فيها مشكلتين، مشكلتان لغويتان. الأولى منهما أنه لم يؤثر عن العرب أنها تنسب إلى الجمع، لأن الأصل في الجمع أن يكون إلى المفرد، ننسب المفرد، لكن هنا نسبنا إلى كلمة الجمع فقلنا أخلاقيات، أخلاقيات، الياء دي اسمها ياء النسب، لكن لما أقول مثلا واحد من قريش بقول قرشي هنا مفرد، أو من مصر بقول مصري هنا النسبة إلى المفرد، لكن في هذه الكلمة الخطأ اللي فيها أننا نسبنا إلى الجمع، يعني كلمة جاءت جمع أخلاقيات ووضعنا لها ياء نسب. الخطأ الثاني فيها زيادة ألف وتاء إلى هذا المنسوب، ولم يؤثر عن العرب أنها أضافت ألف وتاء إلى المنسوب، يعني المنسوب اللي فيه ياء النسب المفروض لا تضاف له في آخره ألف وتاء، لا تضاف له ألف وتاء، لكن هنا كلمة أخلاقيات نسبت إلى جمع وأضيفت لها ألف وتاء. نأتي إلى تعريف كلمة المهنة. في اللغة مصدر مشتق من مادة مهنة التي تدل على الخدمة، يبقى نخلي بالنا كلمة خلق مشتقة من مادة خلق التي تدل على التقدير، أما المهن مشتقة من مادة مهنة التي تدل على الخدمة. هنا نفرق ونخلي بالنا من الفرق بين اشتقاق كل مصطلح من هذه المصطلحات. وطبعا المهنة بتطلق على كل عمل يقوم به الإنسان، وعلى كل وظيفة وصنعة وحرفة يمارسها الإنسان. نأتي لكلمة العمل. العمل هذه كلمة مفرد وجمعها أعمال، وهي مشتقة من مادة عمل التي تدل على كل فعل يفعل وشغل يشغل ومهنة تمتهن. هذه يعني تعريفات، بعض التعريفات اللغوية كمصطلحات الأخلاق والمهن والعمل. لما نأتي لتعريف أخلاقيات المهنة في اللغة كمصطلح،
مركب أخلاقيات المهنة، ما تعريفه في اللغة؟ قالوا أن هذا المصطلح تعريفه في اللغة بأنه التصرفات التي تصدر عن الإنسان أثناء تأديته لعمل معين. ما هي التصرفات التي تصدر عن أي إنسان أثناء ممارسة هذا العمل أو المهنة التي يمارسها؟ لو تصرفات مارسها إنسان خارج بيئة عمل لا نسميها أخلاقيات مهنة. يعني وارد إن الإنسان يمارس أخلاقيات في المنزل، يمارس أخلاقيات في أي مكان بعيد عن العمل مع أصحابه أو أصدقائه، ممكن تطلق عليها أخلاقيات أخرى أو أخلاق أخرى، لكن لما نتكلم عن أخلاقيات مهنة فقالوا بأنها التصرفات التي تصدر عن الإنسان أثناء تأديته لعمل معين. هذا هو تعريف كلمة الأخلاق في أخلاقيات المهنة في اللغة. نأتي، ده كان أبرز أيضاً ما جاء في المحاضرة الصوتية الأولى. نأتي للمحاضرة الصوتية الثانية. المحاضرة الصوتية الثانية المسجلة لديكم، أنا قلت لحضراتكم الأسبوع الماضي راجعوا واستمعوا للمحاضرة الصوتية الأولى والثانية والثالثة لو أنتم فاكرين. المحاضرة الصوتية الثانية نحاول نلخصها بشكل سريع. اتعرفت لي تعريفات اصطلاحية لكلمة الأخلاق وكلمة المهنة وكلمة أخلاق المهنة. في الاصطلاح التعريفات الأولى كانت في اللغة، نخلي بالنا، كانت تعريفات لغوية وليست تعريفات اصطلاحية. يا ريت اللي يمكن لسه ناس أول مرة تحضر معانا، احنا قلنا أي أسئلة بنخليها في النهاية مش دلوقتي. أنا بخصص جزء من الوقت لاستقبال الأسئلة، فيا ريت محدش يكتب على الشات، كفاية إن أنتوا تستمعوا للتلخيص وبعدين أقول إيه الاستفسارات والأسئلة اللي عندكم، وبعدين ناخد اختبار قصير ونشوف مدى استيعابنا لمفردات المحاضرة. المحاضرة الصوتية الثانية بتكلمني عن بعض التعريفات الاصطلاحية، وأول تعريف صادفنا كلمة الأخلاق. إيه هي الأخلاق في الاصطلاح؟ إيه تعريفها؟ الأخلاق في الاصطلاح اللي عبارة عن صفات، هذه الصفات ما لها مستقرة في النفس البشرية. يبقى إذن خلي بالنا، الأخلاق في الاصطلاح هي صفات مستقرة في النفس البشرية. طيب ما لها هذه الأخلاق؟ اللي فطرية ومكتسبة، يعني ممكن تكون فطرية وممكن تكون مكتسبة. الحاجة الفطرية أي التي تكون موجودة في داخل نفس الإنسان، تكون متأصلة في داخل قلبه، يبقى مولود بها. الفطرة أي الجبلة التي خلق عليها الإنسان. أما المكتسبة هو الشيء الذي يستفيده الإنسان ويكتسبه من البيئة، يكتسبه من الممارسة، يكتسبه من الوعظ، الترغيب، الترهيب، يكتسبه من القدوة الحسنة مثلا. كل دي وسائل اكتساب الأخلاق. فأنا لما أقول الأخلاق في الاصطلاح هي صفات مستقرة في النفس البشرية فطرية ومكتسبة، مالها؟ ذات تأثير في السلوك، ذات تأثير في السلوك، محمودة أو مذمومة. يبقى إذن هذه الأخلاق اللي هي مستقرة في نفس الإنسان الفطرية أو مكتسبة تؤثر في سلوك الإنسان، سلوك الإنسان سواء كانت محمودة أو مذمومة. فمثلا لو كانت أخلاق طيبة يبقى تؤثر، تنتج عنها سلوك طيب. لو كانت أخلاق سيئة يبقى ينتج عنها سلوك سيء. يبقى نقول ثاني التعريف الأخلاق في الاصطلاح بعد ما شرحناه، هي صفات مستقرة في النفس البشرية فطرية ومكتسبة ذات تأثير في السلوك محمودة أو مذمومة. ممكن نسأل هذا السؤال صح وخطأ، أقول في الأخلاق اصطلاحا صفات نفسية مستقرة في النفس البشرية فطرية فقط ذات تأثير في السلوك محمودة أو مذمومة، يبقى الإجابة صح ولا خطأ؟ ممتازين جدا اللي متابعين معايا، الإجابة خطأ، لأن لازم تبقى فطرية ومكتسبة، وبرضه تأثيرها يا إما محمود يا إما مذموم. طبعا خلوا بالكم إن أنا ما قلتش الأخلاق الإسلامية دلوقتي، أنا بعرف الأخلاق بشكل عام، عشان كده قلت إن تأثيرها ممكن يبقى محمود وممكن يبقى مذموم. لما نيجي نعرف المهنة في الاصطلاح، يعني ايه المهنة؟
يعني ايه العمل المهني؟ قال لي هي الجزء المبذول فكريا او بدنيا، يعني ممكن يبقى عمل فكري وممكن يكون عمل بدني، يا فكري يا بدني. الفكري يعني ذهني، وبدني يعني يقوم به الانسان بعضلاته. طيب ليه جهد يقوم به الانسان فكري او بدني لتحقيق منفعه دنيويه مشروعه كانت او ممنوعه. طبعا البعض هنا يستغرب يقول ازاي في التعريف يقول لي ان الجهد مبذول فكري او بدني لتحقيق منفعه دنيويه مشروعه او ممنوعه. قال لي لان انت مش بتتكلم عن المهنه او العمل في الاسلام، انت بتتكلم عن المفهوم الاصطلاحي للمهنه، لذلك العمل او المهنه ممكن تبقى ممنوعه وممكن تبقى مشروعه. فخلي بالنا برضه من النقطه دي لان دي مهمه، ممكن بعض الطلاب يتلخبطوا فيها لما اقول كده مثلا تعرف المهنه اصطلاحا. انا ما قلتش العمل الاسلامي او المهنه في الاسلام، انا قلت المهنه اصطلاحا تعرف بان هي الجهد المبذول فكريا او بدنيا لتحقيق منفعه دنيويه مشروعه فقط. كلامي ده غلط ولا صح؟ انا قلت مشروعه فقط اهو. اللي قال صح نقول له اجابتك غلط، يبقى ما كانش مركز معايا في الشرح. لا، كلامي وسؤالي غلط، الإجابة غلط، لأن المهنة اصطلاحا بشكل عام تشمل الشيء المشروع والشيء الممنوع. أما تعريف أخلاقيات المهنة اصطلاحا أيضا ما قلناش في الإسلام لسه، قال لي هي مجموعة القيم الأخلاقية الفاضلة التي يجب أن تظهر على المرء حين أدائه لعمله المهني المشروع. هي دي أخلاقيات المهنة. إيه هي أخلاقيات المهنة؟ طبعا مش في الاصطلاح وليس في الاسلام، في الاصطلاح قال لي مجموعه القيم الاخلاقيه الفاضله التي يجب ان تظهر على المرء حين ادائه لعمله المهني المشروع. يبقى هي دي الاخلاق في الاصطلاح. نيجي في نفس المحاضره الصوتيه الثانيه اللي احنا بنلخص لحضراتكم فيها، بيقول لي ايه هو المفهوم الاسلامي لاخلاقيات المهنه؟ يعني ايه تعريف الاخلاق في الاسلام؟ وايه تعريف المهنه في الاسلام؟ وايه تعريف اخلاق المهنه في الاسلام؟ طيب واحد يبقى لسه داخل معانا دلوقتي او طالبه تبقى لسه داخله معانا دلوقتي يقول لي امال انت كنت بتشرح في ايه؟ انا كنت بشرح في هذه التعريفات لكن اصطلاحا فقط وليس في الاسلام. بقول اصطلاحا اللي انا بقوله دلوقتي ده في الاسلام، والالفات كان في الاصطلاح يعني يشمل في الإسلام وغير الإسلام، لكن دلوقتي أنا بتكلم عن هذه الأخلاق في الإسلام، الرؤية الإسلامية. عشان كده هنلاقي إن تعريف الأخلاق في الإسلام مرتبط بمفهوم الإيمان. ماشي؟ مرتبط، دي نقطة مهمة، إن الأخلاق مرتبطة بمفهوم الإيمان في الإسلام. ليه مرتبطة؟ لأن الإسلام يرى أن الأخلاق، يرى أن الإيمان والأخلاق شيء واحد، مفيش اختلاف ما بين الإيمان وما بين الأخلاق. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ممتاز الأخت سماح، متابعة معايا كويس، النبي بيقول كده أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يبقى هنا في ارتباط، قال لي في ارتباط، ده كمان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الدين حسن الخلق. الدين حسن الايه؟ الخلق، يعني الدين كله حسن خلق. اذا لما نقول نطلق كلمه الاخلاق في الاسلام يبقى المقصود بها الاخلاق الفاضله. الاخلاق الايه؟ الفاضلة. طيب ما هي الأخلاق في الإسلام؟ قال لي الأخلاق في الإسلام هي صفات سلوكية إرادية،
جبلية أو مكتسبة، يعني فطرية أو مكتسبة، مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع، لما لها من آثار خيرة في الدنيا والآخرة. نخلي بالنا للتعريف ده عشان في عدة حاجات. أول حاجة هي صفات سلوكية إرادية جبلية أو مكتسبة، يعني ممكن الأخلاق في الإسلام تبقى فطرية وممكن تبقى إيه؟ مكتسبة. دي حاجة. الحاجة الثانية أنها مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع. مستحسنة بالفطرة والعقل والإيه؟ والشرع. الثلاث حاجات دول مهمين. الحاجة اللي بعد كده، ولها آثار خيرة في الدنيا والآخرة. ولها آثار خيرة في الدنيا والآخرة. إذن هذا هو تعريف الأخلاق في الإسلام. ناتي لتعريف المهنة أو العمل المهني. خلي بالنا إن لما تكلمنا عن الأخلاق أنها قلنا أنها مرتبطة بمفهوم إيه؟ مين يجاوب؟ الأخلاق في الإسلام مرتبطة بمفهوم الإيمان. ممتازين جدا. هنيجي بقى للعمل المهني في الإسلام، ماله؟ قال لي ده كمان مرتبط بأحكام الدين في أوامره ونواهيه. يبقى إذن الأخلاق العمل المهني في الإسلام مرتبط بأحكام الدين في أوامره ونواهيه. دي نقطة مهمة. الإسلام لما يقول العمل المهني أو المهنة في الإسلام لابد أن تكون مشروعة، لأن العمل غير المشروع لا يقر به الإسلام. هنلاقي كمان أن العمل في الإسلام ينقسم إلى عمل ديني وعمل دنيوي. والمقصود في التعريف الاصطلاحي هو العمل الدنيوي. إيه بقى تعريف العمل المهني في الإسلام؟ اللي هو الجهد الإرادي المبذول فكريا أو بدنيا، الجهد الإرادي المبذول فكريا أو بدنيا لتحقيق منفعة دنيوية مشروعة. فاكرين في التعريف الاصطلاحي قلنا مشروعة أو، ها مين بيتابع معايا؟ قلنا مشروعة أو في التعريف الاصطلاحي. قلنا مشروعة أو ممنوعة. ممتازين جدا. لكن هنا قال لي لا، قال لي ما ينفعش تقول مشروعة أو ممنوعة، قال لي لازم العمل المهني في الإسلام يبقى مشروع. فأنت هتيجي في التعريف لازم تقول كده لتحقيق منفعة دنيوية في المشروع. نقص من ذلك، ما هو تعريف أخلاقيات العمل المهني في الإسلام عشان تبقى دي نهاية المحاضرة الصوتية رقم 2 آخر حاجة فيها. إيه هو تعريف أخلاقيات العمل المهني في الإسلام؟ قال لي هي الصفات السلوكية الحسنة التي ينبغي تحلية النفس بها في مجال العمل المهني المشروع بعد تخليتها من الصفات السلوكية. واضح؟ يبقى العمل المهني في الإسلام الصفات السلوكية الحسنة المطلوب تحلية النفس بها في مجال العمل المهني المشروع بعد تخليتها عن الصفات السلوكية السيئة. دي كان نهاية المحاضرة الصوتية رقم 2 عشان ننتقل بحضراتكم إلى المحاضرة الصوتية رقم 3 واللي هي بتتكلم عن موضوع مهم جدا عن أهمية أخلاقيات المهنة في الحياة. أهمية أخلاقيات المهنة في الحياة.
أول حاجة، هل الأخلاق مهمة في الحياة؟ قال لي آه. طبعا الأخلاق عندما تطلق تنصرف في الغالب إلى الأخلاق الحسنة، إلى الأخلاق الإيه؟ الحسنة. لكن إذا أريد بها الأخلاق السيئة فلا بد أن ترتبط بقرينة توضح ذلك وتدل عليه. طبعا الأخلاق لها أهمية بالغة في حياة المجتمعات البشرية، لأن الأخلاق هي أفضل العلوم وأشرفها، ولذلك الأخلاق لها عدة أسماء. مين يقول لنا بعض أسماء علم الأخلاق؟ يسمى إيه علم الأخلاق؟ أيوة، إكليل العلوم وزبدة العلوم وثمرة العلوم وتاج العلوم. يبقى دي أبرز أسماء الأخلاق لأهميتها، دي أبرز ألقاب الأخلاق نظرا لأهميتها في حياة المجتمعات البشرية. لذلك في واحد اسمه كارليل له كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، يقول فيه يتساوى النمو العقلي والنمو الخلقي من حيث ضرورتهما للبشر. يعني زي ما الإنسان بينمو نمو عقلي برضه لازم ينمو نمو إيه؟ نمو خلقي. كمان في مارتن لوثر بيقول ليست سعادة البلاد بوفرة الإيرادات ولا بقوة الحصون ولا بجمال المباني، وإنما سعادتها بعدد المهذبين من أبنائها وبعدد الرجال أصحاب التربية الأخلاقية فيها، هي دي سعادة البلاد. كمان ليست الأخلاق، ده يدل على أهمية الأخلاق في الحياة، ليست الأخلاق مجرد بناء للحضارة، بل هي تقي الحضارة من الانهيار والسقوط كما يقولون. يعني ممكن يكون عندي حضارة قائمة والأخلاق تساعد في بنائها، لكن قال لي كمان الأخلاق عندما تنعدم يكون هناك ممكن الأخلاق عند عدم وجودها تؤدي إلى وقوع وانهيار الحضارات بسبب انعدام الأخلاق. نأتي إلى النقطة الثانية في المحاضرة الصوتية الثالثة اللي بتتكلم عن أهمية العمل أو المهنة في الإسلام. طبعاً في الحياة، طبعاً المهنة أو العمل في الحياة ذو أهمية كبيرة جداً، لأنه جزء من فطرة الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهو مصدر الرزق للإنسان. وعلماء الاجتماع يقولون إن الإنسان مدني بطبعه، إن الإنسان مدني بطبعه، يعني الإنسان بطبعه يحب الاجتماع مع الناس ومخالطتهم. والعمل ضرورة إنسانية، للإنسان يحتاج إلى التكسب، يحتاج إلى الرزق، يحتاج إلى المال من أجل المعايش. ندلف من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، وهي أهمية أخلاقيات المهنة في الحياة. يبقى إحنا تكلمنا عن أهمية الأخلاق في الحياة وأهمية المهنة في الحياة، معانا الآن أهمية أخلاقيات المهنة في الحياة. طبعا لسه ما ربطناهاش بالإسلام، هنربطها في المحاضرة اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لي الحياة كما أنها لا تستقيم بدون أخلاق ولا عمل، فهذا العمل أيضا لا يستقيم ولا يثمر الثمرة المرجوة منه بدون أخلاق. يعني إحنا عشان ننتظر من عمل أن يؤدي ثمرة وفائدة جيدة منه، قال لابد أن يكون مرتبط هذا العمل بالأخلاق، ويكون العمل المهني يعني مرتبط ارتباط وثيق
بالأخلاق ليكون له انعكاس إيجابي يؤدي إلى قطاف محمودة للثمرة المرجوة منه في كافة المجالات. يعني أنت عشان الحياة لا تستقيم بدون عمل، وهي أيضا لا تستقيم بدون أخلاق. عشان كده قال لي لأجل ذلك، عشان تأخذ ثمرة مرجوة من العمل المهني، فلا بد أن تربطه بالأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة. وده كان نهاية المحاضرة الصوتية الثالثة. إن شاء الله اللقاء القادم عايزين نجهز المحاضرة الصوتية الرابعة والخامسة بإذن الله عز وجل. طيب عايزين نشوف الأسئلة، لو في أسئلة أو استفسارات. معلش، اللي بيتكلم عن الملخصات والمذكرات، بأكد تاني بقول لا يوجد مذكرات أو ملخصات أو تفريغات معتمدة من العمادة. تاني، لا يوجد مذكرات أو ملخصات معتمدة من العمادة، إنما المعتمد من العمادة هي المحاضرات الصوتية المرئية أو المسموعة، دي هي المعتمدة. طيب الملخصات الموجودة دي من اجتهاد الطلاب، والعمادة غير مسؤول عنها. ماشي، يعني مش شرط الطلاب، ما نجيش يعني افرض جه سؤال مش موجود في الملخص اللي عندك، مش هينفع ان انت يعني ترجع العماده وتقول لهم السؤال ده مش موجود في المذكره او في الملخص الفلاني. لا، العماده مش مسؤوله، انت المسؤول ان الملخص اللي معاك ده او التفريغ فرضا لو انت بتستعمله يكون مطابق للمحاضرات المرئيه او المسموعه، والمرئيه والمسموعه الاثنين واحد. اللي بيقول لي طيب ما هي اللي معايا الملزمه دي هي نفس الصوتيه، خلاص انت المسؤول عن كده كطالب، انت المسؤول للمطابقه، لكن العماده مش مسؤوله عن اي اوراق او اي مذكرات او ملخصات. عايزين اسئله في الدرس؟ خلاص نسينا موضوع الملخصات، قلنا فيه. ايش هي النقطه قبل الاخيره؟ أسماء المراجع في نهاية كل محاضرة صوتية ليست مطلوبة، هذه للفائدة.